وين ما كنتم مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، ومثل دايما ببلش حلقتنا بالمعلومه. بمعلومتنا من الخميس الماضي، ووزارة الشؤون الاجتماعية عم تستقبل طبعا كل الجمعيات والمؤسسات حتى تتسجل بالوزارة من بعد ما وافق معالي وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيوميدجيان على قيمة المساهمات لجمعيات رعاية التعليم وتأهيل الأشخاص المعوقين التي لديها عقود مع الوزارة وبعد الانتهاء من التدقيق بالجداول. فطبعا هيدا الشيء بريح كتير هؤلاء الجمعيات، خصوصا بعد المعاناة الطويلة يلي عانوها، ولو كانوا كلهم ناطرين الموازنة حتى يتسنى لهم يكملوا أكيد نشاطهم الإنساني وارتباطاتهم مع الناس، إن كان يلي كانت بحاجة، إن كان لتأهيل، أو كلنا بنعرف أنه هدف الجمعية دايما تكون قرب ذوي الاحتياجات الخاصة. متابعة. بمتابعتنا نحن تواصلنا مع الأستاذ نقولة عبد النور يلي شرف اليوم على استوديو من كفرحونا جزين. أهلا وسهلا فيك أستاذ. مرسي مدام ريبيكا. جايب لي ملفات وعندك مشكلة كتير كبيرة بتتعلق بعقار عندك علي ست ينابيع، هالستة ولا عقار ماشي لأن صار في تعدي عليهم. خبرنا شو القضية اللي بدك تطرحها عبر الحل عنا. انحفر بتاريخ 25/10/2015 بير دون البعد القانوني عن الينابيع ومجاري الأنهار، تسبب بجفاف 6 ينابيع ومنه نبعتنا، هن ينابيع لجيراننا كمان. نعم. حكينا مع أصحاب البير ما بدهم يعطونا لا ماء ولا ورقة ولا شيء، لجأنا للقضاء. ماشي الحال يعني في يعني هيدي من 25/10 من 1/4/2016. نعم. من 4/1/2016 عفوا. بلشنا بدعوة بجي صيدا ورجعنا على بوزارة الطاقة. نعم. وأخذنا ردم من وزارة الطاقة ومن وزارة البيئة. رجعوا عطاهم معالي الوزير للطاقة ترخيص، شرط أنه ما يكون ماخدين هالماء لا من نبع بالسر ولا من نهر ولا شيء، تكون بطريقة شرعية 100%. نعم. وليرخصوا البير بدهم شركة معتمدة، جابوا شركة أباف. نعم. هذا اللي هون نحن اللي مشكلتنا معها، اللي هي زورت المسافات وتجاهلت وجود النهر، بغي ترخيص البير والهروب من القرار 118 اللي بيحدد المسافات وهالامور. زورت وفي 6 قرير قبالها بيقولوا انه هذه المسافات غلط، يعني بالغرفه الاولى بالمجلس الشورى الدولي ما عم بينظروا عليها مزبوط يعني. شركه اباف مزوره، في 6 قرير قبالها بتقول انه هاي المسافه اقل من 200 متر وممنوع يترخص البير، ما بينظروا عليها مزبوط يعني. بنطلب منهم إعادة النظر بهالموضوع، وبنطلب من معالي وزير العدل يعني كأخبار هيدا ليشوف شو عم بيصير بالغرفة الأولى بمجلس شورى الدولة، إنه 6 قرير ضد شركة أباف المزورة وتجاهلت وجود النهر وما حدا يعني. اذا نحن بدنا نروح على القضاء نشوف شويه، جاب لنا بعدك ملفات رح نشوفه نحن على الشاشه بهالوقت كمان. اوكي. طيب انتم هلا مستعدين ترجعوا انتم تستأنفوا يعني؟ نحن عم نشوف هيدي الصوره، هيدي شو هي؟ هذا هو مجنون، هذا البركي النبع والبركي قبل ما حفر البئر بسنه او بسنه 2014. نعم. وفي صور بال 2015. هيدي بال 2014 متورخه على الصوره. على الصوره. نعم. وفي بعد صور ثانيين. هذا النهر اللي عم تتجاهله شركه اباف وبتقول مجرى المشرح المغاريق، هو منه مجرى المشرح المغاريق، هو نهر المشرح موجود على الخريطه العقاريه وبعده لهلا. هلا اذا واحد طلع بيشوف هيك 100% في فيديو مصورين صور وفي فيديو بيثبت وجود النهر والينابيع الموجودة، وبعدهم يعني بالقضاء بيتجاهلون. وشركة أباف لليوم بعدها عم تزور مسافات بغي ترخيص البير. هذا اللي نحن عم نرجع نأكد ومنقول لحضرة القضاة إنه إعادة النظر
بهالمسافات الموجودة، لأنه ست قرير ضد شركة أباف هي مزورة، وأنتوا بعدكم مصرين على شركة أباف أنه هذا بقية الشركات هي معترف فيها بلبنان 100%. وأهم تقرير طالع من مجلس شورى الدولة كلف لجنة وعطى المسافات مضبوطة. هذه الصور خبرنا على الصورة، هذا من مجلس شورى الدولة. الصورة خبرني هاي الصورة شو هي؟ هذا بيثبت مجرى، بيثبت وجود نهر المشرح. نعم. واللي محل الماي عم بتغور قبال حفر البئر، ماشي عم بتكمل على المحان الموجود تحت هلا. نعم. بتبين. نعم. هذا المي هلا ببين المي فيه من هون وبالرايح ماشي تروح قبال البير عم بتغور المي. أثر تأثير على نهر المشرح بس وجفف 6 ينابيع. هلا ببيد المحان ما عاد توصل المي عليه، صاروا عم يجيبوها بنرابيش ليسقوا اصحاب العقارات، وفي 14 عقار بيستفيدوا من مياه نهر المشرح، ومنهم عقارين لريمو عزيز اللي هو حافر البئر. يعني هون هذا المي ما عاد وصلت لهونيك على المحان، صاروا عم يجيبوها بنرابيش من وراء حفر البئر، اثر على المي بنهر المشرح بس ما جف. ونحن في وثيقه احاله من وزاره الطاقه بعتوا لجنة لأنه شركة أباب تقول ما في نهر. أكد موجود. موجود. أكدوا أنه في نهر. في ناس بالوزارة الطاقة، هون نطلب من معالي وزيرة الطاقة، ما عم يبعتوا التقرير على مجلس شورى الدولة. الوثيقة الإحالة اللي بتثبت فيه وجود نهر. نعم. وهذا الشغل لما في وجود نهر أقل من 350 متر والينابيع أقل من 350 متر يعني أكيد دغري نحن بنربح الدعوة وبيسقط يعني الترخيص تبعه لأنه مبني يعني على شيء مزور. يعني هلا ترخيص ماشي مبني على شيء مزور 100%. وانتو أصحاب الأراضي الأساسيين عم بتوصلوا المي بالربيج بدل ما كانت المي موجودة بأرضكم، وبالوقت ذاته بتطالبوا بإعادة النظر لأنه بالنسبة لكم في تزوير بالمسافات وما فينا نلغي نهر يعني. وتجاهل وجود نهر. وأصلا نهر. هو ما بيدخل بالتسوية لأنه محفور بعد 2010 حسب القرار 118. طيب رجعتوا توجهتوا أنتوا بشكوى جديدة لوزارة الطاقة أو لشورى الدولة أو شو رح تعمل؟ عملنا نحن إعادة محاكمة بمجلس شورى الدولة. نعم. وبعدهم ماخدين أنه شركة أباف هي المستند القوي الأساسي. نعم. ومع أنه في 6 قرير وتقرير منهم من مجلس شورى الدولة بيقول أنه هول المسافات مش مزبوطة وبعدهم عم ياخدوا فيها بالغرفة الأولى بعض القضاء. ممكن أنتوا تقدموا كمان هالتقرير مجددا حتى للنظر فيها؟ أكيد المحامي هلأ بده يرد على اللائحة الجوابية اللي بعتها مجلس شورى الدولة. نعم. وبكل النقاط اللي فيها مغالطات من شركة أباف اللي مزورة هالمسافات، بس المشكلة إنه في ناس ما عم بيشوفوا إلا شركة أباف وهي شركة مزورة. هلا أكيد الشركة بس تسمع بتقول بدنا حق الرد. 100%. نحن اللي بهمنا اليوم إننا نقول إنه اليوم في قرارات صادرة عن وزارة الطاقة والمياه بموضوع الشروط المفروضة لأي آبار، ولكن أن تزور وتوصل على القضاء مزورة أكيد ما حدا بيرضى فيها، لا القضاء بيرضى فيها ولا أصحاب العلاقة بيرضوا فيها. ونحن كمان بزمن اليوم مفروض العدالة سيطر عند الكل، فأهلا وسهلا فيك، حبيت ترفع اليوم من عبر الحل عنا، إن شاء الله بيصير في إعادة نظر بهذا الملف هيدا، وبترجع أكيد أصحاب العقارات بتاخد حقها بموضوع بموضوع هالبير هيدا اللي هو بير بمنطقة كفرحونة قضاء جزيل. بنشكرك ونشكر السلطة الرابعة لأنه فيها منجيب حقنا إن الله راد. أهلا وسهلا. كلك ذوق ومرسي كتير. أهلا وسهلا فيك، لأنه المي هي حياة، يعني حرام كمان تكون محرومة بعقار. عندهم 3 آبار ارتوازية صاروا محتكرين المي لحالهم، يعني هذا كمان منوجه لحضرة معالي وزير البيئة والطاقة شو عم بيصير بكفرحونة. بدكم تبعتوا لهم كتب. إن الله راد. أهلا وسهلا فيكم. طبعا مشاهدينا نحن رح نتوقف مع فاصل ومن تابع الحل عنا. منتابع الحل عنا عبر الـ MTV معي مباشرة على الخط الزميل أنطوني مرشا. أنطوني يعطيك العافية. مرحبا ربيكا، يعني دايما نحن ببرنامجك نعرف أنه دايما نطرح حلول ودايما هاي المشاكل بتكون في لها حلول، واليوم المشكلة هي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. فيديو جدا زعج كل مواطن لبناني. هيدا الفيديو صار بعنجر وتصور بعنجر. هلا انا باتصال مع المعنيين بعنجر لاستفسر نكذة عن الموضوع،
قالوا لي انه الكلب شرد، ولكن بغض النظر انه اذا الكلب شرد او لا، مش هيدي الاجراءات اللي لازم تكون عم تتاخد. نحن عم نشوف الفيديو انطوني انت وعم تخبرنا، خبرنا نعم. شو عم بتصير؟ هيدي احد شرطة البلدية عم بتلاحق كلب شارد يعني؟ نعم، قال عم بتلاحق كلب شارد، هون كانوا خايفين منه انه يتعرض للاطفال اللي بالضيعة وللعالم اللي بالضيعة. نعم. ولكن وحتى قال انه هيدا الفيديو منه كامل مستزق، ولكن نعم. حتى لو مستزق صار في عملية قتل بالفيديو، يعني في عملية قتل للكلب عم نجي نشوف شايفينه عم يهرب. نعم. ايه فأكيد نحن هيدي الظاهرة إذا بتلاحظي ريبيكا كثرت بالفترة الأخيرة من بلدية لبلدية، وصارت عم يعني صارت مثل عم تنتشر في لبنان، لأنه صار حبس كمان وقتلوا كلاب شارد بالطرقات بغير بلدية كمان مش من زمان كثير. فهو الموضوع إنه نحن لازم نحط حد لهذا الموضوع من ناحية إنه ما بقى يصير في قتل للحيوانات، لازم ناخد عبرة من الدول المتحضرة، من الدول الأوروبية، كيف ناخد هالكلاب نعتني فيها إن كان بالمزارع إن كان ببيوت مختصة، بس مش لازم بقى يكون في هيك. يعني هيدا الكلب شو ذنبه إنه هو تواجد بهيدا المنطقة؟ بغض النظر إذا بحبوا الكلاب أو ما بحبوا الكلاب، لازم يصير في تعميم من قبل الدولة على إنه يصير في اهتمام بالحيوانات بشكل عام. هو أنطوني في كتير جمعيات تعنى بالرفق بالحيوانات خصوصا بالكلاب من بعد ما صارت حوادث اللي توفى فيها أحد الأشخاص لأنه تعرض له كلب شارد وما كان مطعم، وكلنا بنعرف بوقتها معالي الوزير دولة الرئيس حسبان اللي من كان وزير صحة عمل يومتها بعض التدابير وطلب من البلديات وغيره. نحن المشكلة عنا أنطوني بلبنان أنه وكأن القرار أو التعميم هو لوقته بعدنا بينتهي، هو بيبقى مستمر، يعني بده يكون في عين سهرة والبلدية هي اللي يعني السلطة المحلية إذا كان كلب شارد، أما إذا كان كلب خاص أكيد أصحابه مفروض يتأيدوا بالشروط. هو خوفا انه ما يتعرض للناس ويسبب بمقتلهم لا سمح الله. نحن علينا نرجع نتواصل اكيد مع بلديه عنجر لنشوف لها الطريقه، وحتى نتواصل كمان لنعرف شو هي الطريقه المثلى حتى نقدر هالكلاب هيدي مين بيقدر يستقبلها يستوعبها يهتم فيها ما تبقى شرده وتسبب قلق للناس. هيدا المهم اليوم. يعني نحن لازم نضل قايلين لهم للناس انه نحن كبرنامج الحل عنا نحن دائما بالمرصاد، لو شو ما كانت المشكلة بأي أكيد. منطقة أكيد. نحن دغري بنكون موجودين عندهم كرمال لنحاول نضبط ونحسن من خلال برنامجي. أكيد، وعلى كل حال نحن دايما بكل حلقة عم نحط كيفية التواصل فينا، إذا مش بالمباشر بيقدروا على فيسبوك الحل عنا وعلى البريد الإلكتروني، وأكيد هلأ خلال حلقة مثل كل حلقة بينزلوا حتى نسهل للمواطنين. شكرا لك أنطوني مرشاق، ومنتابع مع تواصل. تواصل طبعا من خلاله بتقدروا تتواصلوا معنا على فيسبوك الحل عنا، مثل ما كنت عم بقول لأنطوني وكل طبعا المشاهدين صاروا يعرفوا اذا ما اتصلوا فينا بالمباشر بيقدروا على البريد الالكتروني وعلى تواصل. اليوم عنا من تعن حبشي اللي له زمان ما بعث لنا شيء، اليوم عم بيقلنا رغم حرمان واهمال دير الاحمر من المشاريع الانمائيه ودعم الدوله لنشاطات كافه فيها، وهذا ما استغربه، هو القضيه الاهم قصة الكهرباء، أسبوع وهو بالدير، حالة الكهرباء لا توصف، ما حدا بيقبلها، تأتي 5 دقائق وتذهب 10 دقائق، وقد سألت عن أسباب هذا القطع الكثير، كان الجواب لا أحد يعرف ظروف الانقطاع. بالحقيقة شيء مقرف ومحزن، لبنان بلا كهرباء 24/24 ودون مي ولا طرقات ولا حياة كريمة لا لأبناء منطقة دير الأحمر، لم يعد ينفع الكلام مع هيك سلطة فاشلة. طبعا كلتا بتعرف أنه هالتأنين مش بس بدير الأحمر، على كل مساحة الوطن عنا تأنين قاسي، وبالوقت ذاته لهلأ ما حدا بيقدر يعرف شو سبب التأنين، وبالوقت ذاته كلنا بنعرف أنه هدير المطارات على 24 ساعة والكلفة، وإن شاء الله إن شاء الله بيكون عنا سلطة بخدمة الناس، هذا أهم شيء. طبعا فيكم دايما تتواصلوا معنا على فيسبوك الحل عنا. صورة اليوم نشوفها سوا. صورة
صورتي اليوم واصلة من دانيا برجي بتقلي غيبة بكاملها عم تحترق بسوق الغرب، وتصل النار إلى منازل وحدائق وتقتل كل شيء حي من نبات إلى حيوانات وزواحف، لأن مجرم متخلف قرر أنه يحرق أرضه بدل أن يتكلف عليها لينظفها. فهناك شهود عيان كثر شاهدوا سيارته متوقفة قرب الحريق قبل ثواني من اندلاعه. البلدية ما تحركت لتحقق بأسباب الحريق، وكأن الحيوانات اللي ماتت والأشجار المعمرة اللي احترقت ما إلها ولا أي قيمة. هناك كاميرات مراقبة، وطبعا نحن لفتنا نظر الجيش إلى وجودها من أجل التعرف على السيارة، ولكن لا أظن بأن أحد قام بأي مبادر لإلقاء القبض على هذا المجرم، وكأن شيئا لم يحصل. نحن عم نشوف طبعا هالحريق ضيقتها على هالأراضي، وبالتالي في أضرار كتيرة، والصور هي برسم السلطات المعنية. بتقول أنه هيدي هالفيديو صار الأسبوع الماضي، وبالتالي لأنه مصرين يعرفوا مين سبب هالحريق ونال عقابه. طبعا نحن بنعطيكم موعد دائما عبر الحل عنا MTV، وفيكم تتواصلوا معنا مباشرة على الهواء أو على الخط الساخن 24 على 24، أو على الفيسبوك حل عنا، أو على البريد الإلكتروني. بعطيكم موعد دائما مع الحل عنا MTV. إلى اللقاء.